موقر. أول كلمة، الكلمة المتحدث الأول حول تأمين مختلف وسائل النقل العمومي للمواطنين والحد من مضاربة في هذا القطاع، وذلك بمناسبة عيد الفطر عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سي شرورو. مرحبا. شكرا سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. هذا التناول الكلمة باسم الفريق الأصالة والمعاصرة في إطار المادة 152 السيد الوزير يتزامن، يعني كيتزامن مع عيد الفطر اللي كنتمناو إن شاء الله يدخل علينا جميعا بالصحة والعافية وعلى الشعب المغربي. أكيد السيد الوزير في مناسبات ديال الأعياد الوطنية والأعياد الدينية، الوزارة ديالكم كتوجد واحد البرنامج فيه مجموعة من تدابير، مجموعة من الإجراءات لمواكبة يعني النقل العمومي بصفة عامة. لكن السيد الوزير دائما كتقييم العمل في آخر هذه الأعياد كنلقاو بأنه تيوقعوا عدة مشاكل. كاين المشكل الأول هو المضاربة، كاين ارتفاع مهول في الأسعار، كاين استغلال ديال الشركات لهذه المناسبة هذه باش كيرتفعوا الأسعار، وكاين مشكل آخر هو أنه المغاربة ملي تيبغيو يحيوا الرحم مع العائلة ديالهم تيلقاو أيضا صعوبة باش يوصلوا في الوقت المناسب. أكيد السيد الوزير بأن هذا مشكل يعني مشكل هيكلي، ولكن تنلاحظوا بأنه باستثناء المدن الكبرى وبعض المدن المتوسطة، يعني الصعيد ديال التراب الوطني كنلاحظوا بأنه كاين نوع من النقص، ونوع من يعني النقص في يعني في الخدمة ديال المسافرين، المسافرين اللي كيمشيو يلتحقوا بالعائلات ديالهم، وتلقوا بأنه دائما تلقوا بأنه النقل السري أيضا كيساهم وكيعاون باش كيفك هذا المشكل. بغينا السيد الوزير تعطيونا اشنو هما الاجراءات الفعليه والعمليه اللي غادي تقوموا بها في هذا عيد الفطر ان شاء الله. شكرا. نائب السيد كاتب الدوله تفضلوا. هو بالفعل السيد النائب المحترم طرح واحد النقطه اللي تتهم بعض المواسم ومنها المواسم ديال الاعياد، وهي فرصه بالفعل باش نتمنوا لجميع المغاربه عيد فطر مبارك سعيد، واللي بالفعل الوزاره مع مختلف الشركاء الاخرين سواء كانوا جماعات محليه اللي تيدبروا المحطات الطرقيه، الامن، الدرك، ثم ايضا المصالح المختلفه ديال الوزاره من المراقبه وغيرها، تنوجدوا واحد البرنامج ديال التعاطي والتعامل مع مثل هذه المناسبات. وهذه المرحله ما تتبداش حتى الان، تتبدا بمحطه استباقيه اللي من خلالها يتم الاعلان على الرخص الاستثنائيه، بمعنى انه تنطلبوا من جميع المحطات ومن جميع المندوبين ديالنا على انهم يديروا اعلانات باش اللي بغى يدير شي خط استثنائي، واقول خط استثنائي بين مكان ومكان اخر، على انه يقدم الطلب ديالو. وكاين واحد اللجنه هي اللي تتبت في هذه الرخص الاستثنائيه. يعلم السيد النائب المحترم على انه تنعطيو الالاف من الرخص الاستثنائيه في كل مناسبه، واقول الالاف اللي هي محدده زمانا ومكانا. غادي يخرج من طنجه للدار البيضاء ومن الصف حتى الرجوع ما عندوش الحق يرجع. التدبير ديال هذه العمليه بالفعل من حيث الاسعار، اليوم الاسعار مقننه، قانون ديال 1996 اللي صدر في الجريده الرسميه ديال دوجنبير هو اللي مطبق. وبالنسبه لهذه الرحلات الاستثنائيه، لانه تنسمحوا لهمش يرجعوا عامرين، خصهم الى مشاو يرجع خاوي، كاين زائد 20% فقط عن السعر اللي هو محدد، لا يمكن ان يضاف. الاشكال فين كاين؟ هو السيد النائب بالفعل تكلم عليه، هو في الطريقه ديال التدبير ديال الاصفار ديالنا، هو ان واحد العديد ديال المواطنين تيدبروا في اخر لحظه، وثانيا هو هذا من هذا المنبر هي فرصه باش ندعي جميع المواطنين انهم يمشيوا يقتنيوا التذاكر من الشبابيك. إذا وقعت إضافة في السعر يخبرونا بها عندنا المفتشية وعندنا المراقبين وعندنا 46 شكرا سيد الوزير.